السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معكم شيماء بالقاسم، ممثلة منبر على الشبيب، العاصمة الإسماعيلية، مدينة مكناس. اليوم جيت نخبركم بصفتي كإعلامية، كذلك بصفتي كرئيسة جمعية، بأننا كل منبر كيمثل شخص أو إعلامي في أي مدينة من المدن المغربية، وحتى كنحترموا جميع الجمعيات وكذلك جميع النقابات، ولكن حتى شخص أو إعلامي ما كيمثلنا حنا كصحافة أو يخبر الجميع أنه يجيب الصحافة أو مسؤول على الصحافة. خوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الزملاء الإخوان كاع الصحفيين ديال مدينة مكناس، أنا كإعلامي ديال القناة فايس بريس وكإعلاميين كلهم، كل واحد من المنبر ديالو، حنا حتى واحد ما تيمثل شي واحد، كل واحد تيمثل الجريدة ديالو، وكل واحد مسؤول على الجريدة ديالو أو الجريدة. المدير أو رئيس ديال التحرير هو مخول أن يعطيك الأمر. حنا ما تنتابعين حتى الجمعية وتا شي واحد، ولكن حاليا حنا مع الأخ صابر، لأن صابر هو اللي كان جمع هذه العائلة الإعلامية ديال مدينة مكناس وخلاها تولي قوية، ولا سيما فريق التدخل السريع بمدينة مكناس ومعروف بالنزاهة والشفافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا الشرف أننا ننتمي للفريق التدخل السريع، يعني اللي كيشرف عليه السيد صابر. حنا ما كنبغي نوضح واحد الرسالة، لأننا ما كننتميو حتى لشي جمعية، أو لأننا ما كننتميو حتى لشي نقابة، أو لا ما عدا فريق التدخل السريع اللي بصراحة الله ترعرعنا فيه وكبرنا فيه والمدرسة ديالنا. وتا واحد ما يقولناش راه حنا